الآن مشاهدينا خلينا نشوف في تقرير سريع عن أجدد التطبيقات والاختراعات في عالمنا الآن بتفيدكم الكثير، واخترنا لكم أفضلها اليوم. خلينا نشوف هذا التقرير. أنا وائل كابلي وأنا المدير التنفيذي لشركة كيورا. خلوني أعرفكم على كيورا بكل بساطة. كيورا هي خدمة تمكنك من استشارة الأطباء والطبيبات المعروفين والمتميزين عبر الرسائل الفورية ومكالمات الفيديو المباشر وبدون مواعيد وفي أي تخصص تبغى. أهلا أنا ليلى. عندما أصيبت ابنتي ذات 3 أعوام بطفح جلدي غريب على وجهها، أردت الإسراع بها إلى المستشفى. بالوقت الذي وجدت فيه طبيباً جيداً، تغيبت عن عملي، اتصلت بالمستشفى، حصلت على موعد، وأخذتها للمستشفى، وكان الطفح قد انتشر على وجهها وجسدها. كانت تلك اللحظة التي عرفتني فيها صديقتي ريم على تطبيق كيورا. هذا التطبيق يضع الرعاية الصحية في يدي مباشرة. أستطيع التحدث مع طبيب مناوب في أي وقت من اليوم مجاناً ولمدة شهر أنا وأسرتي. أحس هذا التطبيق بيساعدنا كثير، نختصر من وقتنا ونستفيد منه وإحنا في بيوتنا بضغطة زر ناخذ الوصفات الطبية مثل ما وضح في هذا التقرير.